أهلا بكم مشاهدينا في قراءة مؤشرات البورصة لهذا اليوم. تراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في جلسة تداولات اليوم باستثناء مؤشر السوق الأول اللي ارتفع وحيدا بقيادة كل من سهم التجارية وأجلتي والامتياز، وقد تركزت الضغوط البيعية بشكل أكبر على عدد من الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي، وجاء على رأس القائمة كل من يونيكاب ومجموعة الخليج للتأمين وسهم جياد. دعونا ننتقل إلى أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت اليوم، نبدأها مع مؤشر السوق العام اللي استقر عند 7000 نقطة تقريبا بسيولة قدرت ب 66 مليون دينار كويتي، حجم التداول 352 مليون سهم، تمت في 17000 صفقة تقريبا. أما مؤشر السوق الأول ومثل ما قلنا في البداية أنه هو في اللون الأخضر لهذا اليوم، استقر عند 7000 نقطة بسيولة 34 مليون دينار، تمت في 129 مليون سهم، وأيضا تمت في 7844 صفقة. مؤشر السوق الرئيسي 50 استقر عند 6000 نقطة، السيولة تقريبا كانت 23 مليون دينار، حجم التداول 139 مليون سهم، تمت في 5000 صفقة تقريبا. وأخيرا من المؤشرات مؤشر السوق الرئيسي اللي استقر عند 6000 نقطة وكانت السيولة 32 مليون دينار، حجم التداول 222 مليون سهم، تمت في تقريبا 10000 صفقة. ننتقل إلى الجدول الأخضر للشركات الأكثر ارتفاعاً اليوم في البورصة. على رأس القائمة أولى تكافل، استقر سهمها عند 199 فلس بارتفاع 19 فلس، امتيازات 94 فلس بارتفاع 7 فلوس تقريباً، الأنظمة 219 فلس بارتفاع 12 فلس، وسينام 225 فلس بارتفاع 12 فلس، وأخيراً الأولى 45 فلس بارتفاع فلسين تقريباً. أما الشركات الأكثر انخفاضاً لهذا اليوم، على رأس القائمة اليونيكاب 190 فلس، نزل السهم تقريباً 55 فلس، الخليج للتأمين 100 دينار و142 فلس بنزول 158 فلس، جياد استقرت عند 19 فلس، استهلاكية 116 فلس، وأخيراً مينا عند 140 فلس. ننتقل لسهم البنك الأهلي الكويتي اللي تراجع خلال جلسة اليوم بواقع فلسين، وطبعا ليتداول عند مستوى 286 فلس للسهم. جاء هذا الأداء بعد إعلان البنك الأهلي الكويتي عن إتمام إصدار سندات دائمة إضافية ضمن الشريحة الأولى بقيمة 300 مليون دينار. وطبعا أوضح الأهلي في بيان له على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت أن السندات قابلة للاستدعاء قبل 6 أشهر من تاريخ إعادة سعر الفائدة الأولى وهو 5.5% خلال سنة من تاريخ الإصدار. وطبعا قال البنك الأهلي أن الأثر المالي لتلك السندات يتمثل في تعزيز وضع السيولة لدى البنك بالعملات الأجنبية وتحسين النسب الرقابية ذات الصلة وتنويع مصادر التمويل. ننتقل لأداء الجلسة اليوم مع مراسلنا عايد العنزي. جلسة حمراء، ضغوط بيعية واضحة على كثير من المجاميع الاستثمارية، ولكن مجموعة إيفا تتألق بصورة واضحة، وكذلك تماسك بعض الشركات وخاصة القطاع المصرفي كالوطني اليوم متماسك تماسك جدا طيب، وكذلك بعض البنوك، لكن الضغوط البيعية حاضرة على السوق الرئيسي اليوم وتراجعات حادة على كثير من الشركات، لذلك هذا المنزلق أدى إلى تراجع مؤشر السوق الرئيسي بصورة واضحة بقيادة الخليج للتأمين وبعض الشركات الأخرى. وضعية سلبية لبعض الشركات وشركات أخرى لا والله، مثل الوطني وضعيته جيدة ليه من الحين، بيتك 718 والطلب جيد ليه من الحين، بيتك الطلب افضل من العرض لبيتك، عندي تراجعات للاهلي، الخليج اليوم وضعيته جدا ممتازه تماسك جدا طيب، عندي الكويتيه واستثمارات المشاريع على تراجعات حاده، ارزان كان صعد صعود جدا طيب، لكن في هذه اللحظات ارزان تطلب طلب ولكن العرض اكثر من الطلب، بكل نشاط مجموعه ايفا افضل المجاميع الاستثماريه هي مجموعه ايفا، والدخول قوي جدا اليوم على هذه المجموعه، ولاحظنا ارتفاعات جدا ايجابيه مشاهدينا الكرام على مجموعه ايفا. السوق الاول سوف يذهب الى المنطقه الخضراء، اما السوق الرئيسي لا سوف يتراجع.